والله والدك. ذكرت في الآيات التي تلوتها قول أصحاب موسى، أو يعني أصحاب فرعون، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. دائما المؤمنون في نظر الطغاة شرذمة قليلون دائما، يعني مع أن هؤلاء يدخلون في قلوب الناس عموما، لكن منطق الطغيان والمنطق الفرعوني يفرض على الطغاة إلا أن ينظروا بازدراء وبطغيان وباستكبار للآخرين. هذه مشكلتنا نحن دائما مع الطغاة، نحن دائما مستضعفون، يعني مستضعفون، لكن الله سبحانه وتعالى يجعل ويمن على هؤلاء المستضعفين وينتصروا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هي المستضعف الشرذمة كيف يحولها الله إلى قوة يعني مزعجة جدا للطغاة. فرعون وقومه لا يستطيعون أن يواجهوا هذه الشرذمة الذي يسمونهم بالشرذمة، مع أنهم يملكون قلوب الناس لطيبهم لإيمانهم. فندعو الله أن نكون من هؤلاء المؤمنين الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، والذين أيضا يخشاهم الطغاة دائما. كما تعرفون من الإعلان هذه الليلة، طبعا بعد الترحيب بكم جميعا وبعد التشرف والتعبير عن السعادة بلقائكم، وإن كان هذا اللقاء غير مباشر لأنه يتم عبر في الفضاء الإلكتروني، في الفضاء أو في العالم الافتراضي، بدلا من اللقاء الجسدي المباشر في قاعة مؤسسة الأبرار. برغم ذلك فأنا أجد سعادة كثيرة في اللقاء مع إخواني، يعني دائما في كل أسبوع أكثر من مرة، وما أكثر اللقاءات التي تتم هذه الأيام في عبر العالم الافتراضي. حتى أن المحاضرة اليوم التي سنسمعها سمعت شيئا يختلف عنها قليلا، هذا اليوم ظهرا الدكتورة زهراء تحسين من العراق كانت تتحدث لمجموعة من الأخوات في اجتماع نسائي حول موضوع الكورونا. وكما تعرفون أيضا أن هذا المرض الآن سيمر عليه قرابة العام، وعندما فتحت صفحة الأبرار لكي أستحضر متى استضفنا الدكتور خالد الشفي للحديث عن هذا الموضوع بالذات، فرأيت أنه تحدث لنا في 3 فبراير الماضي، يعني تقريبا 11 شهر قبل 11 شهر الدكتور خالد الشفي أبو أحمد تحدث لنا عن الموضوع، عن موضوع الكورونا، طبعا في ظروف مختلفة تماما، يومها لم تكن تلك الجائحة قد تمكنت من الناس، لم تكن منتشرة في بريطانيا، وكنا في بدايات أمرها ونسمع عن أخبارها من الصين وربما من في إيران وما شابه. أما اليوم فنحن قد خبرناها قرابة العام، وربما دخلنا حقبة أخرى من حقب هذا المرض، هذا الوباء. لكن الأهم أن يعي هذا الإنسان، أن يتعلم من هذه الجائحة، يدرك ضعفه، يدرك ضعفه أمام هذا الكون الهائل، أمام القدرة الإلهية. أهو عذاب؟ يعني أنا طبعا أنظر إلى العذاب من زاوية ثانية، أنظر أن العذاب هو نفاذ السنة الإلهية، يعني أن السنة الله وضع سننا إذا التزمنا بها كان لنا الخير، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أسقيناهم مو معناه تنزع لنا موائد من السماء في البيت بشكل سحري، وإنما السنة تنفذ فينا فنكسب، يعني بمعنى أن السير على هدى الله هو الذي يؤدي بنا إلى نيل ذلك، كما أن عصيانه يؤدي بنا إلى الكوارث. يعني الغضب الإلهي ليس كما نغضب، أنا أغضب على الشخص الآخر وأضربه بيدي، وإنما الغضب الإلهي هو نفاذ سنته، يعني تتلاعب بالعالم بالكون، تستكبر تطغى، فتأتي النتيجة
تسميها هي عذاب لكنها في الواقع سنة طبيعية، نفاذ للسنة الإلهية. هذه الآن بعد عام كامل من أو شبه كامل من التعاطي مع هذه الجائحة، نريد أن نعرف كثير الأكثر. ربما سمعنا عن مدى انتشارها، عن مدى إصابتها وعدوانيتها. الآن أكثر الناس اللي نعرفهم مصابون. قبل أسبوعين في دار الإسلام صار احتفال أو شيء الزواج، صار وباء ووقع الكثيرون. الإخوة من جاليتنا الصغيرة البحرانية الآن كم عائلة مصابة، ويبدو أن هناك الآن كما يقال ما أعرف شنو يسمونه بالعربي نيو سترين، يعني سيخبر سيذكر لنا الدكتور خالد هذه المصطلحات لاحقا. لكن نقول أن الآن بعد هذه التجربة وبعد أن سقط الكثيرون من إخوتنا ومن أبناء البشرية ضحايا لهذه الجائحة، نريد أن نتعرف أكثر، هل استطاع الإنسان أن يكبح جماحها، أن يصل إلى اللقاح الذي يحمي الإنسان منها، من هذه العدوى؟ هل أن هذه الفاكسينات، هذه اللقاحات التي الآن يتم الحديث عنها وآخرها لقاح أكسفورد، هل ستكون فعلا المخرج لهذه الإنسانية من هذا الوباء؟ هل بعد 6 شهور سنكون في هذا الوضع؟ فحول الكورونا وحول الإصابة بها والوقاية منها سيحدثنا الدكتور أبو أحمد الشفي، الدكتور خالد الشفي الخبير والأخصائي في الأمراض المعدية، والذي طالما شنف أسماعنا بمحاضراته ليس في الطب فحسب بل حتى في العلوم الاجتماعية والسياسية. سمعنا منه الكثير واستفدنا منه كثيرا. فهذه الليلة لدينا الأخ الدكتور أبو أحمد سيحدثنا، وقد بدأ فعلا بعرض ما لدي شيء مما لديه، فنستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. طبعا نحن سعداء أيضا أن لدينا معنا الدكتور كمال هلباوي والأخ منذر الكاظمي وآخرون، وإن شاء الله نسمع منهم ربما بعض كلمات لاحقا قبل نهاية هذا اللقاء. الآن الساعة تقريبا الساعة 6:30 شوية أكثر، يعني ننتهي قبل الساعة 8:50 سننهي النقاش حول هذا الموضوع وبعض الكلمات من بعض الإخوان، وننتهي مع 8 بحول الله تعالى. فأنا أدعو الدكتور أبو أحمد للتفضل بالحديث، مشكورا تصحبه الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو أحمد أنت اللي عندك هذا مكتوب وأنا أكتب الحديث؟ لا أكتب أنا، لا يعني راح اليوم أكتب لك سمري مفيد. ما في داعي أنا أكتب. لا ما في داعي، أنا أريدك تسأل. يلا شكرا تفضل أخي، بارك الله فيك. شكرا جزيلا أخوتي وأخواتي الأعزاء على هذا على هذه المشاركة ودعوتي لمنبركم الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يعني لابد أن نعرج على يعني على المفهوم الإسلامي أو المفهوم الديني. الكوارث هي فتنة، وهي يعني محك لقدرة الإنسان على تحمل المسؤولية في هذا الكون. يعني شاهد الإنسان الكثير من الكوارث، الفيضانات، الحروب، البراكين، الأوبئة. فهذا طبعا ليس هذا أول وباء، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وهدايته للبشر، وبعد أن علم الأسماء آدم الأسماء كلها، يهتدي الإنسان إلى طرق العلاج والوقاية. والحقيقة أن الطب قد تقدم إلى شكل كبير، بحيث أنه يعني عمر الإنسان الآن أصبح 20 سنة أكثر من السابق. يعني الآن شيء طبيعي الإنسان يتجاوز 80، وفي أكثر الحالات، أنا كنت في مستشفى القلب والصدر، يعني تجرى له عملية تبديل صمامات القلب في هذا العمر.
فأنت تخيل السرطانات كذلك الآن يعني قسم ما أنجز من لقاحات بدأوا به قبل 10 سنوات في معالجة السرطانات الذي هو يسمى الآن لقاح فايزر أو الماسنجر RNA. لابد من فهم الأمراض المعدية أو الأمراض الجرثومة، والعرب سموا الشيء جرثومة لأنها أصل الشيء. مثلا الخلية المخصبة، يعني أصل الإنسان خلية مخصبة جرثومة، وهي التي وأصغر من ذلك التي هي الطفيليات والبكتيريا والفيروسات. والفيروسات تعتبر أصغر الأحياء الموجودة على الأرض. كيف تختلف الأمراض المعدية عن الأمراض الأخرى؟ إنها تسبب العدوى. يعني أنت إذا جلست جنب واحد مصاب بارتفاع ضغط الدم أو السكري، يعني لا تصاب بعد يوم أو يومين أو شهر بالسكري. هذه أمراض عضوية متعلقة بتركيبة الجسم. الأمراض المعدية هي عبارة عن صراع ما بين يعني two biological system، جهازين للبقاء. وإحنا يعني الميكروبات الموجودة بالجسم وكذلك الموجودة بالجو، يعني لا يغفل عليكم أنه الإنسان محاط بالجراثيم، ولولا هذه الجراثيم لم تتطور المناعة ولم تقوى. ونتيجة هذه الجراثيم الإنسان طور المناعة وصنع اللقاحات. الفرق بين الإنسان والجرثومة وهو وكذلك يعني ومن الجراثيم هو الفيروسز. الفيروسز هي أصغر كائنات حية، كذلك البكتيريا أكبر منها والطفيليات. هذه حتى تبقى وتستمر في الحياة يجب أن تطور نفسها. كيف تطور نفسها؟ بالطفرات الوراثية أو باستعارة جينات أخرى من زميلاتها، من البكتيريا، من الكائنات الحية الصغرى، لأنها كائنات حية غير متخصصة. يعني أبسط من الخلية، يعني الفيروس يحتاج خلية، فالخلية لا ترى بالعين المجردة. وهذا يعني والبقاء للأصلح، يعني survivor for the fittest. الإنسان بكونك يعني أكرم المخلوقات وأفضل المخلوقات، من بعد ما تخصب البويضة ويكون إنسانا، يكون متكون الإنسان من أنسجة وخلايا متخصصة جدا، فلا يمكن للإنسان أن يأخذ جينات أخرى، ولا يمكن أن يغير نفسه. أما التغيرات التي تحصل فهي خلال بداية الحمل، وهذه قد تشوه الإنسان عندما تصاب الإمرأة الحامل بفيروس معين أو دواء. لكن بعد ما يكمل جسم الإنسان لا يمكن أنه يستعير جينات أخرى ويظهر بشكل جديد كما هو الفيروسات. لكن الله سبحانه وتعالى أعطاه عقلا ومنحه الإرادة لتطوير اللقاحات والعناية بنفسه للوقاية من الأمراض. هذا باختصار عن الأمراض المعدية. الجراثيم تتطور. أكو سلايد أنتم عرضتوه بالبداية، أريد هذا السلايد إذا ممكن، إذا صار جاهل هذا السلايد. أي شكرا. الجراثيم هي تبدأ من أصل واحد، كما هي الشجرة مثلا أو النخلة، الجذع يعني كوفيد مثلا كوفيد 19، خلينا نقول الجذع هو كوفيد 19، وبمرور الزمن تظهر نيو فاريانت يسموها سيروتايب جينوتايب. هذه تتفرع لأنها ستكون هي التي تتعايش مع الواقع الجديد، وخصوصا إذا كان فيروس جديد في محيط جديد كما هو الكوفيد.
هناك نظريات أن الكوفيد جاء من الخفاش أو من الحياة في ووهان، لكن هذا غير مثبت 100%، ولكن يسموه association not causation. مع ذلك كل الفيروسات تتطور. فيروس الكورونا هو من الـ RNA viruses اللي تشمل الإنفلونزا وتشمل حمى النزفية الإيبولا في أفريقيا وتشمل الـ HIV. هذه من طبيعتها لأنها بسيطة جدا دائما تحصل فيها تطورات وتغيرات، وفي اللغة الإنجليزية يحصل مس ريدينج، يعني الفيروس الكورونا لا يستطيع أن يستنسخ نفسه بشكل دقيق، ففي دائما في تطور. وطبعا أكثر الفيروسات تطورا هو الـ HIV، لا يوجد فاكسين ولكن نجحوا أنه يعطونا دواء مركب من 4 أدوية، وهذا طبعا نجاح كبير بحيث الإنسان يبقى أكثر من 10 سنوات لا يشكو من قلة المناعة، علما بأن الـ HIV يضرب خلايا المناعة. فهذا هو التطور في هذه الفيروسات حتى تعيش وتتمكن من المعيشة. الإنسان طبعا يفهم هذه الظاهرة من بعد أن يدرسها ويكون اللقاحات. هسه لا بأس أنه نشيل هذا السلايد ونضع صورة للكورونا فيروس، إذا ممكن وضع صورة للكورونا فيروس. ممكن؟ هل هناك صورة؟ أخ يوسف، يوسف هو اللي يخلي الصور. نعم، شوف هذا، يعني هذا الفيروس، يعني سبحان الله شكله جميل، يشبه التاج الذي يوضع على رؤوس الملوك، ولكن تخيل كيف أحدث من هلع ووفيات وأصبح يعني فيروس مكروه بالرغم من جماله، إنه هذا الغلاف الخارجي اللي هو أساس اللقاحات، وهذه النتوءات التي هي تسمى S بروتين اللي هي سبايك بروتين، وهناك نتوءات أخرى اللي هي M بروتين و E بروتين، وهذا كل هذا هو الغلاف الخارجي. من ينتج هذا الغلاف الخارجي؟ هو الـ RNA، يعني الجينيتيك كود، هذا هو المسؤول عن الجينيتيك كود اللي هو يعطي المسج إلى البروتينات أنه تكون بهذا الشكل. الغلاف الخارجي هو أساس، يعني الغلاف الخارجي كل الفيروسات والبكتيريا هو الأساس لبداية المرض. كيف؟ لأن المرض لا يحدث إلا عندما تكون هناك ريسبتر مستقبلات يلتصق بها الأس بروتين، ومن بعد ذلك عندما يحصل الالتصاق يدخل الفيروس في الخلية ويتكاثر على حساب الخلية، يعني الـ RNA مالته يطلع، وهو الـ RNA يبعث messages عن طريق messenger RNA إلى معمل البروتينات بالخلية، ويطلب منهم صناعة الفيروس، وهذا يعني يكرر نفسه كRNA، ومن ثم يأخذ غلاف اللي هو هذا اللي يشوفوه ويخرج من الخلية بمئات أو آلاف حسب كبر الخلية وينتشر في الجسم. هذه عملية الإنفكشن في كل الأمراض
المعدية أو الجرثومية. اللقاحات بنيت على هذا الأساس، أنه كيف نمنع التقاء الفيروس مع الخلية ويكون الفيروس يعني غير معدي ولا يتكاثر، ومن ثم يطرح كأي فضلات أخرى في الجسم. جسم الإنسان باختصار هو، أو مناعة جسم الإنسان باختصار، هي مناعة طبيعية من الولادة ومما تعرض أو اكتسب له الجنين من الأم عن طريق المشيمة، ومن ثم تتطور هذه المناعة عندما يتعرض الهواء والغذاء، لأنه الهواء فيه ميكروبات، الغذاء فيه ميكروبات، فهذه بها فائدة حتى المناعة تتجدد وتتطور وتخزن في خلايا الذاكرة. وخلايا الذاكرة نوعين، التي هي التي، حرف التي وحرف البي. الحرف التي اللي هي تقتل الفيروس وتقتل الخلية التي تحمل الفيروس، أما الخلايا البي تفرز المضادات الحيوية التي هي الأنتيبوديز. هذا السيستم استفيد منه في إنتاج اللقاحات. فاللقاحات أصبحت على نوعين رئيسيين، اللقاح اللي هو الأمريكي والألماني الذي يسمى موديرنا أو فايزر أو فايزر بايونتك إلى آخره، هذا ينتج الماسنجر RNA. هذا الماسنجر RNA هو الذي يعني هو أساس صناعة البروتينات. يعني لنفرض أن الخلية فيها النواة، النواة تحتوي على DNA، وهذا DNA هو اعتباره مخ الخلية، والDNA يرسل المسج مالته يعني الرسائل إلى معمل البروتينات الذي يسمى الرايبوزوم، وعن طريق الماسنجر RNA. وهذه يعني الماسنجر RNA يدخل إلى الرايبوزوم يقولهم أنا عندي رسالة لكم أنه تسوون هذا البروتين أو هذا الإنزيم أو هذا الهرمون. هذا هو باختصار شغل كل خلايا الجسم، وطبعا كل نوع ينتج ما هو مفيد ضمن العضو الذي هو موجود فيه. خلايا الكلى تختلف عن خلايا الكبد وخلايا الدماغ وإلى آخره. وضعوا هذا الماسنجر RNA في حبيبات دهنية صغيرة الحجم ويسمى نانو تكنولوجي. هذا التكنولوجي طبعا استخدمه في زرع الأدوية، يعني الأدوية تعطى عن هذا الطريق حتى تصل إلى مكانها، لأنها لو وضعت هكذا بدون غطاء شحمي اللي هو الآن ماسنجر، ربما تتعرض إلى إنزيمات الكبد وتروح مع الفضلات. طبعا هذه تقنية راقية وعالية. هذا التكنولوجيا استعمله في محاربة الخلايا السرطانية المايلوما قبل 10 سنوات. الآن يوضع هذا الماسنجر في حبيبات دقيقة من الدهون، ويأخذ اللقاح وتذهب إلى الخلايا المناعة، وهذه خلايا المناعة تفرز على سطحها السبايك بروتينز، فتعرف الخلايا الذاكرة والخلايا الأخرى تأتي إليها وتتكاثر ويصبح لديها تحفز، وهذا هو أصل المناعة. وبعد عملية اللقاح، فيما لو تعرض الإنسان إلى الفيروس، تكون هناك خلايا مستعدة ومدربة. اللقاحات التقليدية الأخرى هي باختصار يأخذون فيروس اللي مثل أدينو فيروس مع الإنسان أو مع القرد، مونكي أدينو فيروس، هذه تكون أليفة ويوضع عليها الجين الذي ينتج السبايك بروتين ويسمى كلونينج. هاي العملية فيعني يحمل جين، يعني شلون عملية الترانسبلانت، خلينا نقول نفس الشيء تستخدم في الجينات، ويزرق هذا
الفيروس الذي جزء من صبغته الوراثية ينتج السبايك بروتين، والعملية نفسها تتكرر، أنه ينتج الخلايا الذاكرة والمضادات الحيوية التي نسميها أنتيبوديز. طبعا هذه أجريت بشكل سريع، عادة تأخذ 10 سنوات، لكن أجريت بالسريع لأن الكارثة أصبحت يعني تشل الحياة الاقتصادية، والمستشفيات اكتظت يعني بالمرضى والموتى. لكن هناك يعني قدمت، يعني لو فرضنا أنه تبقى الحالة على هذه لمدة 10 سنين يمكن ينقرض الإنسان. العشر سنين المطلوبة اللي هي صار عليها جدل كثير، أنه تبين فيما لو أن يعني اللي يسموه فيل تيست، يعني هذه اللقاحات أجريت على الناس أصحاء ما بين عمر 15 إلى 55، ولكن لم يتعرضوا إلى جائحة حتى نبين هذا الشيء، وهذا يعني موجود في كل اللقاحات. كذلك لا نعرف المدى البعيد اللي مضارها، ولكن المدى القريب للمضار معروف، إذا الإنسان عنده حساسية يتجنبها إلى آخره، أو إذا عنده قلة بالمناعة أيضا يتجنبها. هذا باختصار المناعات أو اللقاحات. نأتي على النيو فيرنت، الفيرنت أو الفيروس الجديد. الجائحة تكون نتيجة أما أنه الفيروس غير معروف لجسم الإنسان، كما حصل بالسواين فلو، وكما حصل الآن في السارس فيروس 2 اللي هو الآن، أو عندما يتعرض الفيروس إلى تغير جيني كثير كما يحصل في موجات الإنفلونزا. وعليه فإن لقاحات الإنفلونزا تتغير كل سنة لأن الفيروسات تتغير. The new variant اللي هو من سلالة B117، وهذا طبعا رمز فني لا يفيد أنه كل واحد يعني يحفظه، لكنه مهم لأنه خلال هذه السنة المضت هناك تغيرات وطفرات في الكورونا فيروس، ولكنها طفيفة، بحيث مجموعها 1200 طفرة، يعني قسم يقولون أنه كل شهر مر هناك طفرتين. الغريب في هذا النيو فيرنت أنه تجمعت فيه 20 طفرة، أول مرة قالوا 17، بعدين قالوا 20، وربما أكثر من 20. السؤال، هل أن هذا الفيروس يكون أشد فتكا بالناس؟ السؤال الثاني، هل إذا أصبحت الحالة، هل أن الفحوصات المختبرية قادرة على أنه تكتشف؟ السؤال الثالث وهو المهم، هل أن اللقاحات سوف تكون مفيدة لهذا الفيروس؟ أنتم تعرفون الإنفلونزا يعني حوالي فترة 6 شهور يحتاجون إلى أن يغيرون اللقاح من سنة إلى سنة، يعني مثلا يخلص موسم الشتاء في الشهر الرابع وتجمع المعلومات عن نوع الفيروس الإنفلونزا، وتهيئ المعامل، يعني التكنولوجيا موجودة حتى تغير من الفاكسين من الشهر الرابع إلى الشهر التاسع، منتصف التاسع يكون الفاكسين بالنسبة للإنفلونزا جاهز حتى يعطى، حتى يغطي الموسم الشتائي المقبل. بعد أن حضروا الفاكسينز ونجحت وبدأوا بهذا الشيء، بدأ هذا الفاريانت. الشيء المطمئن أنه هذا الفيروس اكتشف من الشهر التاسع، ونحن الآن في الشهر 12، يعني ولو أن هذا الفيروس هو طغى على ما هو موجود من أنواع الفيروسات الأخرى، يعني بالإنجليزي taking over، تقريبا إلى يوم إعلانه، يمكن هو كان قبل كريسمس بأيام 18 ديسمبر،
أخذ حوالي تغير من 25% إلى 70%. يعني 70% from the circulating virus أو الأنواع المتوفرة أصبحت هي من النيو variant. لكن طبعا هذا بدأ في اكتشف في مقاطعة كنت، والآن تطور وأصبح يعني في لندن، وانتشر الآن إلى شمال إنجلترا، والآن عثر عليه في أستراليا وساوث أفريكا وبعض الدول الأوروبية. طبعا حصل restriction أنه تحول، يعني زاد الحجر حتى يعني يدرسون هذه الحالة. طبعا أنا عندي رأي، الحجر الصحي يجب أن لا يستمر، ولكن يكون لفترة محدودة حتى تمكن العلماء من دراسة الفيروس الجديد، لأنه إذا ظهر الفيروس أو اكتشف في أماكن أخرى، ربما أن لندن هي ليست أو بريطانيا هي ليست هي المصدر الوحيد للنيو فيروس، وإنما طبيعة الفيروس هي التغير، لأنه الجسم البشري هو واحد في كل المكانات، فربما أن تكون هذه حالة طبيعية في كل المكانات. هذه طبعا لا نعرفها الآن. يعني من الشهر التاسع إلى الآن لم تسجل حالة شديدة هي ناتجة عن هذا النيو فيروس، يعني صار لنا شقد 9 والعاشر والدعش والاثناعش، هذا شيء مطمئن. لكن لو تراكمت هذه الطفرات ربما تثير القلق. الآن يعني تجرى فحوصات على أن الفاكسين الموجودة هل هي تستطيع أن تؤدي نفس الغرض من ناحية المضادات الحيوية الأنتيبوديز التي هي تحاول أن يعني تفشل عمل الفيروس. هذه ما سنعرفه في الأيام أو الأسابيع القادمة. الفحوصات المختبرية قد تتغير، ولكن الشيء المطمئن أن الفحوصات المختبرية اللي هي PCR لا تعتمد على نوع واحد. الموجود في بريطانيا يعتمد على 3 أنواع، ولأنه يعتمد على 3 أنواع أو بي يعني بي detection يعني الكشف يعني ممكن يكشف عن عدة أنواع من الفيروسات، ولهذا اكتشفناه. طبعا بريطانيا عندها إمكانية الفحص يعني أكثر من بقية الدول، وتسبقها الدنمارك اللي هي شوية أكثر قابلية على الفحص والتعرف على الفيروسات. يعني كما تعرفون وجدوا الفيروس في حيوان المنك اللي هو يعني يشبه الجرذ الكبير، وكان تخوف آنذاك. الآن تكلمنا على الفاكسين والشدة المرض والتست، ماذا يحدث بعد الآن؟ يعني كيف تكون صورة هذا السارس 2 أو الفيروس هذا، سواء تغير نيو فيرينت أو هو السارس 2 نفسه؟ يعني هناك 3 سيناريوز أو 3 حالات من الإبيديميولوجي. أما أن ينتهي كما هو سارس 1 الذي اكتشف في 2002-2003 وانتهى في مايو 2005 ولم نعرف مصيره، يعني انتهى تماما. السيناريو الثاني اللي هو هم نوع آخر من الفيروس من الكورونا الذي هو اكتشف في أكثر في الجزيرة العربية وفي الإمارات، وحالات سجلت في مصر وقسم منهم جاء إلى بريطانيا، بس هذه حالات قليلة ومتفرقة ولم تحدث جائحة أو وباء. أو أنه يتغير، وهذا الشيء المخيف لكن لا يوجد دلالة عليه، أنه تستمر بالتغير ويحاول أن يسبق الإنسان بالمعرفة والقوة، وهذا إن شاء الله لا يكون، لأن لحد الآن أنه يبدو في بعض البحوث العلمية يبدو أن هذا الفيروس أكثر ألفة للناس، ولكن نراقبه بحذر. شكرا جزيلا لكم، وأنا أحاول أن أجيب على الأسئلة إذا استطعت. شكرا جزيلا دكتور أبو أحمد على هذه